المحاضرة السابعة. خدنا المرة اللي فاتت خلصنا المحاضرة الستة، خلصنا البرمجة، أو خلينا نقول خلصنا نوع من أنواع البرمجة بيسموه الـ Command Line Interface Programming CLI. CLI Programming يعني Command Line Interface Programming، يعني الانترفيس ما بين اليوزر والبرنامج، ما بين اليوزر والبرنامج بيتم عن طريق الأوامر. يعني انت علشان تشغل البرنامج بتكتب اسمه وتديله انتر بيقوم شغال، علشان ياخد دخل بيطلع لك رساله يقول لك لو سمحت دخل لي مثلا الانبوت الفلاني، فتقوم انت كاتبه له وتديله انتر يقوم واخد الدخل. علشان يعرض لك خارج معين مثلا بيكتب لك رساله بالخارج ده، حاجه زي كده. فالتفاعل الانترفيس ما بين اليوزر ومستخدم البرنامج وما بين البرنامج نفسه بطريقه بيتم عن طريق كوماند لاين اللي هو سطر الاوامر. ده نوع من انواع البرامج، وده نقدر نقول الحاجات الاساسيه يعني اللي هو مسير كده في نظم التشغيل في الاوبريتنج سيستم للدوس زمان. الناس اللي اتعاملت مع الدوس زمان اللي هو كان عباره عن كان شاشه سودا كده، وبرده يطلع لك يعني حاجه كده سطر زي ما انت بتكتب في الماتلاب كده بتكتب فيه، وليكن انت عايز زي ما قلنا عايز التاريخ فبتكتب له مثلا وليكن ديت، فيقوم يعرض لك التاريخ. مش زي هنا، مش زي على ويندوز كده بتبص في الركن بتاع الشاشه من تحت هنا تلاقي التاريخ مكتوب او التايم مكتوب لوحده، لا حاجه زي كده. طيب ففي حد قال ايه؟ قال ان احنا عايزين يا باشمهندس مش البرامج اللي احنا اخدناها المره اللي فاتت دي مش هي البرامج اللي منتشره بالنسبه لنا، يعني اللي احنا بنشوفه واحنا شغالين على ويندوز برامج مش كده، ما بنكتبش اوامر ما بنعملش اي حاجه. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بيظهر لنا ويندو معينه مربع كده بيسموه الويندو، ها هو الويندو معينه كده، وفي شويه حاجات بكتب فيها وشويه حاجات بيعرض لي عليها الحاجه وشويه مربعات تظهر لي اضغط اوكي واضغط مش عارف كانسل وحاجات زي كده، صح؟ ده اللي احنا عايزين نعمله معاه دلوقتي بقى، ده اللي بيسموه الجي واي جرافيكال يوزر انترفيس. التعامل ما بين اليوزر وبين البرنامج بيتم عن طريق الجرافيكس اللي هي الايه الصور يعني، او نقدر نقول اللي هي الويندو بقى والايه المربعات. فده اللي احنا عايزين نتعامل معاه المره دي، الجي يو اي جرافيكال يوزر انترفيس. هناخد مقدمه بسيطه ليها جدا يعني مش هتبقى مش هناخد بالتفصيل طبعا. المره اللي فاتت احنا اخذنا البروجرامنج خدنا بتاع 6.5 تقريبا، انما هنا يعني صراحه ده وهتبقى يعني سطحيه شويه يعني. عشان نبدا نتكلم عن الجي يو اي عندنا شويه حاجات جاهزه. يعني يعني قال لك انه احنا لما جينا ندور لما جينا اللي يشتغل على ويندوز كتير او يشتغل على برامج اللي شغاله على ويندوز كتير هيقدر ياخد باله ان في شويه ويندو كده او شويه بوكسات كده بتظهر باستمرار، حاجه زي دول كده. يعني مثلا ايه حاجه زي الحاجات دي، تلاقي ويندو كده يظهر لك فيه رساله ويقول لك مثلا وليكن اي معلومه معينه كده، مثلا الفيرجن دي المكان موجود ممكن تحمله بس وتدي له اوكي. اللي هو ده بيسموه الهيلب ويندو او الانفو ويندو على حسب اللغه اللي انت شغال عليها. في لغه بيسميها هيلب، في ناس بيسموها انفو، هنا اسمها الهيلب. ان في ناس بيسميها الانفو تلاقي الرساله الايقونه المعروضه دي عباره عن حرف اي كده مع عليه الدايره دي، اعتبر ان هو انفو يعني انفورميشن. فدي مجرد انت بتدي له معلومه كده على سبيل ان انت تضيف له ايه؟ تضيف له حاجه عن البرنامج عن اي حاجه، بتضيف له معلومه. بتدي له تيبس كده ان انت ايه ازاي تستخدم البرنامج احسن او حاجه زي كده. اللي بعدها هي اختها بالظبط، بس دي الورنينج بدل دي الهيلب، دي اسمها ورنينج. ورنينج يعني تحذير، يعني انت مثلا ايه مدخل حاجه في احسن منها يعني او في حاجه تحذير. يعني انت زي ما احنا كنا بنتعامل دلوقتي من شويه او في الحصه اللي فاتت في البرمجه كان بيطلع معانا اللون اللي كان على الجنب هنا اللي كان بيظهر في الجنب هنا لو تفتكروا، كان احيانا بيطلع اخضر واحيانا بيطلع اصفر، وكنا بنقول اصفر ده يعني تحذير. ده برضه نفس القصه كده، تحذير يعني حاجه هتمشي الدنيا بس يفضل تغيرها. مثلا وليكن انت اليوزر عندك بيدخل لك تليفون، فانت بتشيك على التليفون ده، لو لقيته موبايل بتقول له لا ده انت يفضل ان انت ايه تدخل لي خط ارضي مثلا، فانت بتكتب له الجمله دي. هو لو موبايل هيمشي، بس في ناس تفضل ان هو يكون خط ارضي مثلا عشان يعرفوا يوصلوا، حاجه زي كده. واختهم والاخت الثالثه بتاعتهم هي الايه الايرور، برضه نفس القصه هياها بالظبط، ولكن الاختلاف في الايقونه اللي بتظهر هنا بدل ما هي انفو او ورنينج هنا ايرور، علامه الاكس الحمراء دي معناها ان ايه في ايرور. وبس انا عايز اقول ملحوظه، يعني دي زي دي الاختلاف بس في الايقونه، يعني محدش يتخيل انه الايرور دي زي الايرور اللي احنا اخذناها قبل كده في الكوماندز. كان في داله اسمها ايرور صح؟ كنت قلت لكم ان هي بتوقف البرنامج.
لا دي ما بتوقفش البرنامج، لا دي زيها زي زمايلها، بس كل القصه ان هي ايه بتغير الايقونه اللي معروضه فيها بس. طيب يعني ما بتوقفش البرنامج. طيب عايزين نعمل الحاجات دي، هنبدا بالهيلب ويندو اللي هي الموجوده قدامنا دي، تمام؟ هنعملها ازاي؟ هي اسمها مش هيلب ويندو، اسمها هيلب دايلوج، يعني بري ديفاين دايلوجز. دايلوجز يعني بيسموها صناديق الحوار او البوكسز اي حاجه، في اللي هي مسميات كتير هنا اسمها دايلوج. اختصارها هيلب دي ال جي كده، هيلب دي ال جي يعني اختصارها هيلب دايلوج. واكتب له النص اللي انت عايزه. هم قال لك ايه؟ هم قال لك ان احنا انت لما تيجي تلاحظ هتلاقي كل يعني مثلا البتاع دي ممكن تستخدمها كتير، كل اللي يختلف في الاستخدام ايه؟ هو النص المعروض بس، هي الاوكي زي ما هي، هي علامه الاكس زي ما هي، هي الايقونه اللي ظاهره هنا زي ما هي، ولكن الاختلاف بس في النص، تمام؟ وممكن يكون اختلاف في العنوان، هنشوف كمان شويه. فايه المانع ان انا اعمل فانكشن للحاجات الجاهزه دي؟ ان انا استخدمها على طول بحيث ان انا ايه اكتب له الفانكشن وبصيله النص اللي هو هيكتبه يوم ايه عارض له الجزء ده. هو ايه البديل لحاجه زي كده؟ يعني ايه البديل لو ما كانش الداله دي موجوده؟ كان هيضطر، هنشوف كمان شويه ازاي احنا بنعمل الحاجات دي، بس كان هيضطر الراجل البروجرامر كل ما يجي يبرمج حاجه زي كده يقوم بقى ايه جاي وراسمها. الحاجات دي بتترسم، هنشوف كمان شويه دي، يرسم ويرسم الاوكي ويرسم السترينج ويرسم الاكس وكل حاجه وايه ويبرمجها من جديد. فاحنا وفرنا عليه، قلنا طالما دي حاجه شائعه استخدامها شائع فاحنا نعمل لها داله جاهزه. فالداله اهي. طيب يا باشمهندس يعني احنا دلوقتي هنكتب الداله دي في الكوماند لاين في الكوماند ويندو عادي؟ عادي جدا، هنكتبها في الايديتور عادي في الحته اللي احنا بنكتب فيها البرامج المره اللي فاتت عادي جدا. دي فانكشن زيها زي اخواتها، تمام؟ زي اي فانكشن ثاني، بس كل الفرق ان هي بدل ما بتطلع لك خارجه على الكوماند ويندو بتطلع لك خارجه على ايه؟ على ايه؟ على ويندو كده، على 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 بوكس زي اللي ظاهر لكم. فممكن نجرب، ممكن نكتب له كده هيلب دايلوج ونكتب له اي نص يظهر. ونكتب له اي نص احنا عايزينه يظهر عليها ما بين علامات تنصيص زي ما احنا قلنا، اي نص بيتعامل معاه بماتلاب لازم احط له علامات تنصيص مفرده، وادي له انتر هيظهر النص اللي انا كاتبه بالظبط. احنا بادئين دلوقتي بالحاجات اللي هي الايه الجاهزه، وبعد كده كمان شويه ان شاء الله هنخش في الحاجات ازاي احنا نجهز حاجات بايدينا بقى على سبيل التسخين يعني. فدي اول واحده بتاعت الهيلب. وزي ما احنا قلنا احنا ممكن نغير التكست وممكن نغير العنوان. العنوان بتاع الديالوج لو تفتكر لو تشوفوا لو تاخدوا بالكم هنا هتلاقوا عنوان الديالوج هنا اسمه هيلب دايالوج باي ديفولت لوحده كده، هتلاقي اسمه هيلب دايالوج. طيب انا عايز اغير العنوان ده واسميه مثلا وليكن داونلود، يعني انا مثلا كاتب له الرساله بتقول لك هاو يو كان داونلود ماتلاب، هغير العنوان مثلا اسميه داونلود. فبدل ما اقفل القوس، قبل ما اقفل القوس احط و داونلود العنوان اللي انا عايزه، قبل ما اقفل القوس احط العنوان اللي عايزه بين سنجل كوتيشن ماشي زي داونلود كده اللي انا كاتبها دي، هتظهر لي فوق هنا داونلود بدل هيلب دايالوج اللي كانت موجوده من شويه. ها وتاني اي لغه برمجه بتتعامل بالجي او اي فيها الفريد انها تعمل فيها جي او اي بيكون فيها الخاصيه ديت ان الدوله دي بتكون جاهزه كده، ممكن يكون تختلف بس في الشكل اللي هيتعمل هنا بس يبقى انضف من كده شويه لانه مش عارف الماتلاب ليه عامله الى حد ما لوكال شويه. فبيكون انضف شويه مثلا في الرسومات دي مش اكتر يعني. طيب زي ما احنا شفنا دلوقتي الهيلب دايلوج، الباقي يعني اخواته بالظبط تيبيكال. يعني ايه؟ يعني دي كان اسمها ورنينج دايلوج، هيبقى برضه بدل هيلب دايلوج اكتب ورن دايلوج، ورن دي ال جي، واكتب له النص اللي انت عايزه. ولو عايز تكست هنا يظهر كده مثلا وليكن فون كده هكتبه له برضه بعد علامه بعد قبل ما اقفل القوس، وزيهم الايرور دايلوج ايرور دي ال جي اكتب له الرساله او اكتب الرساله وبعدين العنوان. نجربها اي واحده من دول ونرجع تاني. نكمل. اللي فاتوا دول كانوا نقدر نعتبرهم حالات خاصه. حالات خاصه يعني ايه؟ يعني حالات خاصه معروفه الهيلب والورنينج والايرور. في حاله عامه بقى ان انا مجرد اعرض له اي نص من غير ايقونه خالص. تمام؟ اللي هي المسج بوكس العاديه خالص اللي هو ايه؟ انا عايز اعرض مسج بوكس زي دي كده. ويلكم تو ماتلاب يعني جمله ويلكم مثلا. انت لو عايز تعرض جمله ويلكم مثلا او جمله مثلا تكتب كده ايه؟ زي ما كل برنامج تلاقي فيه حاجه اسمها اباوت
تلاقي يقول لك البرنامج ده اتبرمج مين اللي عمله وحاجات زي كده. فجملة عادية انت مش ممكن ما تكونش شايف ان الهلب او الديالوج او الورنينج او الـ او الايرور ينفعوا معاهم، فانت مجرد انت عايزها تبقى ايه صافية كده حاجة زي كده يعني. فدي اسمها مسج بوكس ام اس جي بوكس، واكتب له النص اللي انت عايزه. وبرده لو انت عايز عنوان كده اللي هو ويلكم دي تظهر برده نفس القصة كده، بتعملها ويلكم مسج بوكس زيها زي اخواتها، بس يعني دي الحالة العامة بتاعتها. يعني نقدر نعتبرها عاملة زي دالك ديسبلي كده بس على مستوى جي او، يعني هناك كنا بنستخدم دالك ديسبلي علشان اعرض خارج، انما هنا هقدر استخدم دالك المسج بوكس عشان تعرض لي خارج او تعرض لي جملة او حاجة زي. طيب كل اللي فاتوا دول كانوا بتوع خارج، كل اللي فاتوا دول كانوا بتوع خارج، يعني انا بعرض جملة، بعرض متغير، اي حاجه من الحاجات دي. احنا عايزين بقى ندخل، ندخل يعني ايه؟ يعني عايز يظهر لي بوكس بالشكل ده كده مكتوب عليه سايكلز. اللي انت كده لو تفتكروا كنا احنا اخذنا في البرمجه او في البرنامج بتاع الرسم بتاع الساين حاجه زي كده، دخل لي عدد السايكلز وبكتب له الجمله دخل لي عدد السايكلز وهو كان بيدخل لي، صح؟ ده عشان نعمله على مستوى الماتلاب بيتم باستخدام حاجه اسمها الانبوت دايالوج. الانبوت دايالوج ده بيتكتب كده input dlg زي اخواته برضو dlg، واكتب له الرساله اللي انت عايزها please enter the number of cycle. طيب وبرضو لو انا عايز لها عنوان بحط له عنوان بعد الايه علامات تنصيص كده بعد الكومه وقبل ما اقفل الكود. طيب المفروض انه ده انا هدخله قيمه وليكن مثلا 5 واديله انتر. الخمسه دي المفروض البرنامج محتاجها علشان يعمل لها عمليه حسابيه زي ما احنا خدنا قبل كده، صح؟ وبالتالي انا عايز اخزنها في متغير، وبالتالي لازم قبل ما اعمل كده اقول له واي تساوي، يبقى الواي دي هيتخزن فيها المتغير اللي انت هتاخده من الايه من الانبوت دايلوج ده. طيب انا لو اديته انتر دلوقتي ممكن احط له سيمي كولون كده عشان ما يعرضليش قيمه الواي، او هشيل السيمي كولون دلوقتي. تاخدوا بالكم هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان البرنامج واقف، علامتين الاكبر من مش شغالين، مش واقفين، مش ظاهرين. وهتلاقي هنا علامه البيزي، هو انا فاضي، البرنامج واقف، انا مشغول. البرنامج واقف ليه؟ واقف مستني انت تدخله دخل. يعني لو اديته 5 كده واديله انتر، او بلاش انتر لانه ما بيشتغلش هنا، قول له اوكي. هلاقيه عملها لي ازاي؟ واي تساوي 5. يبقى الخمسة اللي انا دخلتها اتخزنت في الواي. حد خد باله من حاجة؟ ماشي، حد خد باله من حاجة؟ ايه؟ علامتين تنصيص. واخدين بالكم علامتين تنصيص يا جماعة؟ الخمسة مش ظاهرة لوحدها، وانا لو كنت قلت له اكس بتساوي 5 كده كانت بتظهر علامة تنصيص؟ كانتش بتظهر، صح؟ طيب معنى علامات التنصيص ايه؟ انه الدخل ده عباره عن نص. لو تفتكروا كنا اخذنا مثلا داله زي الاكس ليبل والواي ليبل والتايتل والحاجات دي كده، علشان احط تكست على ويندو اللي هي كانت ساعتها الويندو بتاعت الفيجر، كنت لازم احطه في شكل تكست. علشان احط رقم كنت لازم احوله الاول لتكست وبعد كده احطه، صح؟ انا بعمل عمليه عكسيه دلوقتي، انا باخد خارج وانا باخد حاجه من على الجي او اي. هناك كنت بحط حاجه على الجي او اي، دلوقتي انا باخد حاجه من على الجي او اي. فعلشان اخد حاجه من على الجي او اي بتجي لي برده في صوره تكست، سليم؟ يبقى الواي عباره عن تكست، حتى لو انا مدخل له رقم هتبقى تكست. لو تفتكروا كان في داله هناك كنت بقول له نم تو اس تي ار عشان يحول لي الرقم سترينج، صح؟ طيب زيها بالظبط عندي داله هنا اسمها اس تي ار تو نم اللي هي الداله العكسيه، واقول له ادي له الواي بتاعتي علشان يحولها لي الرقم اقدر ان انا اتعامل معاه. يعني انا قبل ما اعمل الامر دوت لو قلت له واي زائد 5 مش هيقدر ينفذ الامر ده اصلا، مش هيقدر خالص، لان الواي دلوقتي مش عدد غير قابل لان انا اعمل غير قابل ان انا اعمل له ايه عمليه اي عمليه حسابيه. فانا دلوقتي ممكن اقول له ايه؟ STR
to num يعني string الى number زي عكس الداله اللي فاتت واقول له y. هيديني ايرور برضه. وهنا ملحوظه انا مش عايز اخد فيها كتير لان هي احنا ما اخدناش الاساس بتاعها. لو تبصوا للواي اللي هنا دي هتلاقوا رمزها عامل ازاي. يعني شوفوا الاكس الرقم رمزها عامل اللي هو ايه المربعات دي اللي هو رمز الماتريكس. اي عدد بيتعامل معاه انه ماتريكس. ولكن الواي هنا مش ماتريكس مش رقم حتى مش نص. يعني انا لو عندي متغير نص كده بيبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى شكله عامل كده اي بي سي. تمام؟ فرمز الواي عامل ازاي؟ تحس ان هو اقواس المجموعه كده. فكان في حاجه يعني زي المجموعات كده احنا ما تعاملناش معاها لان ما لهاش استخدام كتير قوي، بس ده من ضمن استخداماتها للاسف. فالواي اللي بترجع دي بتكون عباره عن مجموعه. الواي دي حتى لو تلاحظ اللي مكتوب هنا تلاقي واحد في واحد سيل خليه، خليه من ضمن خلايا المجموعه. فيعني بدون ما نخوض في الموضوع ده كتير علشان بس نخلص الموضوع ده، قبل المجموعه هنا قول له كده حط له اقواس مجموعه، حط ايه؟ حط علامه الاله بعد الواي. قلت له جزء ده اقواس مجموعه وحط فيها علامه الاله اللي احنا كنا بنستخدمها باستخدام كله، يعني حول لي الواي كلها. تمام؟ يعني ما كانش له لازمه ان احنا نضيع وقت في الحاجه زي كده علشان ملحوظه صغيره دي. عليك سؤال كده. فانا لما اعمل حاجه زي كده هلاقيها اتحولت لي الخمسه اهي بالظبط، انسر تساوي 5، واقدر اقول له انسر زائد 3 او زائد 4 هيحسب لي الحسبه وتبقى 9. قدرت ان انا اعمل اي عمليات حسابيه عليه. فده بالنسبه للانبوت بوكس بس. من كل الدايلوجز اللي احنا هناخدها هو بس موضوع الانبوت بوكس اللي بيحصل فيه الكلام ده. ان انا لما اجي احول من سترنج لنمبر بحط له اللي هي الاقواس دي. طيب اللي بعده كويشن دايالوج. كويشن دايالوج ده مسمى الحاجه بالشكل ده. عارف لما تيجي تفتح الوورد كده وتكتب كلام في الوورد او في النوت باد وتقفل من غير ما تسيف، يظهر لك بوكس كده يقول لك ايه؟ يقول لك انت ما سيفتش الحاجات دي. تحب ان انا سيف ولا لا؟ فتقول له يا يس يعني سيف لي، يا نو يعني ما تسيفش، يا اما كنسل لا ما تقفلش، انا ضغطت على زرار الاكس غلط فما تقفلش. تمام؟ فاعمل الكلام ده اسمه كويشن دايالوج. وزيه زي اخواته كويست دايالوج. واكتب له الجمله اللي انت عايزها تظهر قبل ال قبل اللي هي فوق هنا، وقول له اكزيت اللي هو الليبل او العنوان بتاع الدايلوج ده. وزي ما احنا شايفين علامه الايه؟ علامه الاستفهام. حتى انت برضو ممكن لما تيجي تفتح الوورد وتعمل حاجه زي كده هتلاقي علامه استفهام انضف من دي شويه. تمام؟ بس هي في الاول وفي الاخر علامه استفهام يعني. وبالتالي برضو انا خزنت المتغير ده في واي صح؟ قلت له واي تساوي، لانه ايه؟ هيرجع لي يا اما يس يا اما نو يا اما كانسل. وبناء عليها اقدر ان انا اعمل شرط اقول له لو كانت يس سيف واقفل، لو كانت نو ما تسيفش بس اقفل، لو كانت كانسل ما تعملش حاجه صح؟ وبالتالي الخارج ده هيتخزن في الواي، يا يس يا نو يا كانسل هيتخزن في الواي. وبالتالي كان لازم ان انا ايه؟ ادي له متغير قبلها. بعد ما اعمل الامر دوت اقدر ان انا اعمل شرط على الواي عادي جدا. يعني الواي دي احنا زي ما قلنا هتبقى يا يس يا نو يا كانسل صح؟ واحده من الثلاثه دول، يا يس يا نو يا كانسل. وبترجع سترنج عاديه جدا، اي حاجه بناخدها من الجي اي او على الاقل بالنسبه لنا هنا اي حاجه بناخدها من الجي اي بتكون ايه؟ بتكون سترنج. فاليس دي بتكون سترنج، النو بتكون سترنج، الكانسل بتكون سترنج، بس تراعي الكابيتال والسمول. يعني اليس واي كابيتال، النو لان كابيتال، الكانسل السي كابيتال. واقدر ان انا استخدم داله السترينج كومبير اللي احنا اخدناها قبل كده، اقول له سترينج كومبير واي ويس. انا لما كنت بحضر السلايد دي ضغطت يس. تمام؟ فقلت له فقال لي انسر تساوي 1، يعني الاثنين دول متشابهين. اقدر ان انا بقى استخدمها جوه جمله اف عادي جدا. تمام؟ وبناء عليها يا اما اسيف واقفل، يا اما ما اسيفش واقفل، يا اما ما اعملش حاجه. على حسب الابلكيشن بتاعي هنا اللي هو بتاع الايه؟ ان انا بقفل من غير ما اسيف. لازم تكتبش نكتب يس كابيتال واي كابيتال. ها مكتوب كيس سنسيتيف، حساس لحاله الحرف. يعني انت لو جيت تقارن سلسلتين واحده يس سمول واحده يس كابيتال هيدي لك صفر، يعني مش متشابهين. طيب
نفس الكويشن دايلوج ده نفس الكويشن دايلوج ده بس انا عايز يكون بالشكل ده. وليكن مثلا انت بتسطب برنامج او حاجه زي كده، فانت البرنامج ده موجود بثلاث لغات، عربي انجليزي وفرنساوي، فانت عايز تعرض له رساله بالشكل ده، تقول له اختار اللغه بتاعتك او اللغه اللي انت عايز البرنامج يشتغل بيها، فيعرض له الثلاث قيم دول عربي انجليش وفرنش. سليم؟ فانا عايز اعمل الموضوع ده، هي هيها الكويشن دايلوج. يعني نقدر نعتبر بقى ايه ان الكويشن دايلوج اللي فات اللي احنا اخدناه من شويه ده عباره عن حاله خاصه، الحاله العامه بتاعتها احنا هناخدها دلوقتي اهو. ان انا ايه، ان انا احدد الاختيارات بدل الاختيارات الديفولت يس ونو كانسل، هحط اختيارات من عندي انا عربيك انجليش فرنش. ونقدر نخمن ان انا بكل سهوله قبل يعني ادي اهو كويشن دايلوج، هو برضو هو هي دي الاثنين كويشن دايلوج، واحط له الجمله اللي انا عايزها تتعرض هنا اللي هي السؤال مثلا شوز يور لانجويج، وده العنوان بتاع الايه الدايلوج لانجويج، وبعدين الثلاث قيم اللي انا عايزهم يتعرضوا عربيك انجليش فرنش. بس في قيمه رابعه، ايه القيمه الرابعه دي؟ حد يقدر يتخيل بناء على المعروض ده ايه؟ ده الاختيار الديفولت. يعني ايه؟ يعني انت هنا اهوت اول ما بتفتح الويندو دي بتلاقي الياس متظلله لوحدها، يعني انت لو اديت له انتر على طول هيختار ياس، صح؟ بتلاقي الياس متظلله لوحدها كده، بيسموه الاختيار الديفولت، تمام؟ بحيث انه يبقى مسهل على الراجل ان هو ايه يسيف بسرعه. برضو هنا برضو لازم تقول له الاختيار الديفولت بتاعك ايه، فتقول له عربيك يعني اختار دي، لو انت ممكن تعملها انجلش ممكن تعملها فرنش، بس لازم يكون واحد من الثلاثه اللي موجودين دول. سليم؟ فده الاختيار ديفولت اللي هي الاخيره دي، الاختيار ديفولت او اللي هيطلع متظلل ساعه لما يظهر الدايلوج بتاعك. وبالتالي بعد ما تنفذ الامر دوت الواي هيبقى فيها يا اما عربيك يا اما انجلش يا اما فرنش، كابيتال كابيتال سمول سمول، تمام؟ ولو قفلت هتبقى فاضيه، يعني انت ممكن تضغط على الاكس كده فهتبقى الواي فاضيه. بعد كده حد فيكم كده حد فيكم يجرب الموضوع ده، ان انا عايزهم يبقوا اربع اختيارات مش ثلاثه، يعني عايز ايه؟ عايز يبقى عربي انجليزي وفرنساوي واسباني. حد كده يجربها؟ يعني انا عايز اعملها كده، اقول له شوز يور لانجوج ولانجوج والاختيار ده عربي وانجلش فرنش وسبانش، اربع اختيارات والديفولت بتاعها عربي. يعني حاول ترجع لنفس الامر اللي فات وضيف له بس الجزء الاسبانش اللي في النص ده، ما تكتبش امر من جديد. فالناس لما جربت طلع معاها ايه؟ طلع معاها رساله بالشكل ده، بيقول لك ايه ايرور يوزنج كويشن دايلوج، وكاتب لك ايه تو ميني انبوت ارجيومنتس او برامج ارجيومنتس، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت مدخل دخل كتير قوي. هو قال لك ايه بقى؟ قال لك انه الانبوت دايلوج دي او الكويشن دايلوج ده بيتعامل مع ثلاث اختيارات بس حد اقصى، يعني انت ممكن تخليها اختيارين عادي، انما تخليها اربعه ما تقدرش. انت ممكن تخليها اختيارين عادي، انما اربعه ما تقدرش. فيتحل ازاي الموضوع دوت؟ قال لك استخدم حاجه اسمها المنيو. المنيو ان هو بيديك اختيارات بس الاختيار بقى ايه بالطول كده عشان يعني مجرد بس حاجات جاهزه مش اكتر. فهتبقى بالشكل ده عربيك انجلش فرنش سبانيش. ونقدر يعني ان احنا نقول ان المنيو دي مش تبع العيله اللي فاتت دي، يعني فيها شويه اختلافات بسيطه كده. انه انت علشان تعملها عندك داله اسمها المنيو برضو، قول له وايت تساوي منيو، بس انت بتقول له اهو شوز يور لانجوج المكتوبه هنا وحط له اختيارات على طول، ما تحطلوش عنوان، ما تقدرش تغير العنوان، العنوان دايما بيظهر هنا منيو، هو مش باين بس علشان البتاع صغيره، ولكن لو انت كبرته هتلاقيه منيو، فانت ما تقدرش تغير العنوان هنا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه ما فيش حاجه اسمها ديفولت، فانا بقول لكم يعني هو ايه ما تعتبرش تبع الديفولت، ما تعتبرش تبع العيله، وهم عشان مش مستخدمه بكثره يعني تحس ان هم مش مهتمين بيها يعني. ولو انا شلت سيمي كولون كده واديته انتر، انا ساعتها كنت مختار انجلش، ماشي؟ اديته انتر طلع لي واي تساوي 2، واي تساوي 2، ما قاليش واي تساوي انجلش، صح؟ قال لي واي تساوي 2، والاثنين دي اثنين عاديه، مش ما فيش علامات تنصيص زي اللي فاتت، صح؟ يعني 2 ده رقم. الداله دي بترجع الترتيب بتاع الحاجه اللي انت اخترتها. لو انت اخترت عربيك هترجع لك 1، لو انت اخترت انجلش هترجع لك 2، فرنش ترجع لك 3، وهكذا. لو انت حتى عامل 10 اختيارات معاك لحد اخر اختيار.
تمام. فهنا زي ما احنا قلنا فيها اختلافات شويه عن العيله اللي فاتت. الاختلاف الاولاني مفيش منيو، مفيش تايتل، مفيش ديفولت. الخارج بتاعها هو عباره عن رقم يعبر عن الاندكس او الترتيب بتاع الاختيار بتاعك. الحاجه الاخيره في البري ديفايند دايالوجز دي هو مش دايالوج بقى معلش، هو اسمه هو يعني هو حاجه زي الويت بار او البروجرس بار، حاجه بالشكل ده. انتوا بتشوفوها مثلا ساعه لما تيجي تعمل مثلا كوبي مثلا، فتلاقي ايه الشريط كده ايه بيزيد، كل ما الكوبي يكتر كل ما تلاقي الشريط بيزيد، صح؟ عارفين الويت بار ده بيسموه الويت بار او البروجرس بار او شريط التقدم او شريط الانتظار، اي حاجه من الشرايط دي، تمام؟ فايه الويت بار او البروجرس بار بيكون بالشكل دوت، تلاقيه يزيد بالشكل ده، تمام؟ بيتعمل ازاي ده؟ برده زي ما احنا قلنا دي حاجات جاهزه انا ما بكتبهاش، ما بصممهاش بايدي. يتعمل ازاي؟ هاجي كده على الماتلاب واقول له ويت بار. داله الويت بار عاديه جدا، بديله ايه؟ لو تاخدوا بالكم نقدر نعتبر الشريط دوت 1/10 او 1 صحيح، ماشي؟ واديله الكسر بقى اللي انا عايزه يتملي، يعني مثلا كده نص شريط مليان، فاديله نص يقوم مالي نصه، اديله 1/10 يقوم مالي 1/10، اديله اي كسر انا عايزه هو ايه بيحسب الكسر دوت من الطول بتاع الحاجه الديفولت دي ويعرضه لك يملاه لك، وبالتالي ممكن اقول له 1/10 مثلا واديله انتر، تمام؟ هتلاقيه يظهر لك بالشكل ده ومسمي نفسه او كاتب كده ويت بار. هو بس انا عايز اضيف بس ان انا ممكن اغير التكست اللي موجود وليكن مثلا حاجه بالشكل ده بليز ويت، او يعني مثلا اي تكست انت عايزه هتلاقيها ظهرت بالشكل ده كده. اللي انا كاتبه هنا كده، اللي انا كاتبه بعد قبل نهايه القوس ده هيظهر لي فوق، والكسر اللي انا كاتبه هو هيبقى نسبه الملي من الايه من الواحد الصحيح من الطول اللي عندك. طيب هو المفروض ايه اللي بيحصل في حاجة مثلا زي الكوبي؟ وليكن مثلا انت بتعمل نسخ العشر انت بتعمل نسخ العشر ملفات، ماشي؟ فانت عندك عشر ملفات مثلا، فهو بيعمل ايه؟ بيقوم ناسخ الملف الاولاني ومظهر ويظهر البروجرس بار ده او الويت بار ده ب1/10، وبعدين يرجع ينسخ الملف الثاني ويعمله 2/10، ينسخ الملف الثالث ويعمله 3/10، وهكذا لحد ما يوصل 10/10 اللي هي ايه؟ واحد صحيح، يعني ساعتها الكوبي خلص. فواخدين بالكم هو بيعمل عمليه وبعد كده ايه؟ يعني في عمليات حسابيه بتتعمل وبناء عليها بيقول لك ان انا خلصت جزء من الايه؟ من التنفيذ، ويقوم مزود لك البروجرس بار بتاعك شرطه او شرطين على حسب الجزء اللي هو نفذه قد ايه. فاحنا الطبيعي ان هو بيظهر البروجرس بار ده وبتتغير القيمه بتاعته، صح؟ فبفرض مثلا ان انا عملت البروجرس بار بتاعي ده اللي هو كام؟ اللي هو كان بالشكل ده اللي هو كده بليز ويت، سليم؟ عايز بقى اغير القيمه بتاعته، عايز اخليها بدل ما هي 2/10 اخليها 7/10. ففي حد قال لك ايه؟ طيب اهو نفس الامر اهو، واقول له ايه؟ 7/10. هلاقي ايه؟ هلاقي انه اللي حصل ان هو ما غيرش القيمه، اللي حصل ان هو عمل واحد جديد، القيمه القديمه لسه موجوده اهي، القيمه القديمه لسه موجوده اهي، ولكن اللي حصل ان هو عمل واحد جديد خالص بالنسبه للجديد. طب مش هو ده اللي انا عايزه، يعني مش هو ده المطلوب، انا عايز اغير في اللي موجود حاليا. طب هنفذ الموضوع ده ازاي؟ نقفل الاثنين كده وننفذ. ادي اول واحد اهو اللي كان معايا في الاول، علشان اغيره قال لك ما تديلوش تكست، اديله الكسر مره واحده. يعني انت عايز تغيره اهو ما تديلوش تكست اللي هو بليز ويت دي ما تكتبهاش، هو لما تديله تكست حتى لو كان نفس التكست بيفهم ان هو واحد جديد. اديله مثلا ايه؟ نفس الجمله ويت بار، ولكن غير له الايه؟ القيمه. هتلاقي فعلا ما جابش واحد جديد اهوت، هو ده الوحيد اللي موجود اهو، بس اتغيرت قيمته. فواخدين بالكم؟ انا لما جيت اغير في القيمه بتاعته ما بكتبش التكست، لان التكست اوريدي مكتوب قبل كده. سليم؟ واضح الكلام ده؟ وبناء عليها نقدر ناخد نقفل ده كده، ونقدر ناخد كده ابلكيشن بسيط صغير كده. ادي كلير اول اهي. كلوز اول اهي.
والسي ال سي، وبعدين اقدر اقول له ويت بار واكتب له هنا في البدايه خالص 0 من 10، خليها 0 على 10، لو كتبتها 0 لوحدها عادي مش مشكله، 0 على 10 يعني انا يعني بس مجرد ان انا بوضح لكم ان الستبس هتبقى 10 يعني بلاش لازمه، ممكن لو ممكن تحطها 0 وخلاص، واحط له الرساله وليكن مثلا كوبينج مثلا اللي هو انا دلوقتي بايه بنسى مثلا اي رساله، وبعدين اجي اقدر اجي اقول له هنا كده فور كي تساوي، المفروض ان المفروض الامر الاولاني ده لما يجي يتنفذ هيطلع لي ويت بار فاضي مفيش فيه حاجه مملية خالص كله ابيض مفيش فيه حاجه احمر خالص، فاقول له فور كي بتساوي 1 الى 10، واقدر اجي هنا اقول له ويت بار كي على 10 بعدين اند، وبالتالي مع كل لوب الكي بتتغير، في الاول اول مره تبقى بواحد اثنين ثلاثه اربعه، وبالتالي هيقعد يزيد باستمرار كده، وفي الحته الفاضيه اللي انا سايبها دي بتكتب بقى الاوامر اللي انت عايزها تمام، الاوامر اللي انت عايزها زي ما احنا قلنا ممكن يكون مثلا اوامر نسخ ملف، احنا ما خدناش حاجه زي كده بس اللي هيتعمق ممكن يعرفها، اوامر المهم ان هي تكون اوامر بتاخد وقت، لانه لو الاوامر ما بتاخدش وقت انت مش هتحس بالبروجرس بار ومش هيكون له لازمه، يعني انت مثلا لو بتضرب اثنين ماتريكس في بعض ما بتاخدش وقت على طول بتتم في يعني في غمضه عين، فمالهاش لازمه انت تستخدم بروجرس بار، فانت بتحط الكتابه بتاعتك هنا ايا كان الاوامر بتاعتك بتحطها قبل الويت بار، وبعد كده بعد ما تخلص الاوامر بعد ما تخلص جزء من الاوامر او جزء من اللوب بت ايه بتزود الويت بار بقيمه على حسب غالبا بيكون الاندكس بتاع الايه بتاع الفور، اقدر ان انا هنا اقول له بوز عشان بس اشوفها، لان انا لو ما عملتش بوز مش هشوفه هشوف اخر قيمه بس، وادي له رن هيقول لي انا عايز اسيف، حاضر يا سيدي سيف انتايتلد ماشي، هيعمل لي رن 1 2 3 4 5 6 ما بين كل قيمه والثانيه هتلاقي في ثانيه، سليم يا جماعه مفهوم الكلام ده؟ يبقى الويت بار بيتعمل بالشكل دوت، وادي البرنامج اللي انا عامله، انا حاطط بوز، انت بقى ايه بتحط الحسابات بتاعتك مكان البوز دي لحد هنا، وخلصنا البري ديفايند دايلوجز اللي احنا قلنا عليه، هنخش بقى في الجد بقى، عايزين نعمل جي يو اي احنا اللي مصممينه واحنا اللي منفذين الاوامر بتاعتي تمام، ده المطلوب دلوقتي، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز اعمل عايز اعمل حاجه زي كده، عايز اعمل حاجه زي كده زي اللي قدامكم تمام، احنا كنا خدنا موضوع التحويلات بتاعه الوحدات اللي تفتكروا خدناها قبل كده باستخدام الاف صح، حد فاكر؟ وكنا قلنا عشان تحول من متر لسنتي وحاجات زي كده، احنا عايزين نعمل موضوع حاجه زي كده، يعني تطبيق بسيط على الموضوع، بمعنى ايه؟ ان انا اكتب له هنا الطول بالمتر وليكن مثلا 3 واضغط على كونفرت يعني حول لي، هيقوم عرض لي هنا تحويله ال 3 دي للملي وليكن 3000 ملي، وهنا 300 سنتي، وهنا بالانش ممكن تبقى 100 وحاجه. طيب فده المطلوب ها؟ واضح الكلام؟ فاحنا دلوقتي مطلوب نعمل ايه؟ مطلوب ان احنا ما عندناش حاجه جاهزه كده صح؟ احنا كل الحاجات الجاهزه او يعني معظم الحاجات الجاهزه احنا اخذناها. احنا عايزين بقى ايه نرسم بقى الحاجات دي يطلع لي كده حاجه زي البرنامج الرسام مثلا وليكن، واقوم راسم انا بقى اقوم راسم ايه راسم برنامج حته كده مربع اكتب فيه بيسموه الايديت بوكس او تكست بوكس، واكتب فوق حاجه كده واحط هنا كام مربع برضو غيره، واحط هنا بطن كده او زرار ما اسمه كونفرت بحيث ان انا لما اجي اضغط عليه ينفذ اوامر تمام، فدي اول مرحله، مرحله الايه التصميم ان انا بصمم الجي يو اي اللي عندي، وبعد ما اصممها هبدا بقى ان انا اكودها، يعني ايه اكودها؟ يعني عايز اقول له ان انا لما اجي احول لك على اضغط لك على كونفرت تعمل ايه؟ تاخد القيمه اللي هنا وتضربها في 1000 وتحطها هنا، وتضربها في 100 وتحطها هنا، وتقسمها على ال 0.245 او حاجه زي كده اللي هي وحده التحويل بتاعت الانش يعني، وتحطها هنا. سليم؟ فايه احنا عندنا خطوتين دلوقتي، خطوه الديزاين وبعدين خطوه الايه؟ خطوه ال
التكويد او الكود او البرنامج او العمليات الحسابيه. نعمل الكلام ده ازاي؟ مبدئيا الجي اي برنامج الجي اي لوحده الواحد بيرمي اكتر من ملف، بيرمي غالبا ملفين كحد اقل يعني، بحد ادنى هو بيرمي ملفين. فيفضل ان انت تعمل كل برنامج جي اي لوحده في فولدر لوحده. فيفضل ان انت تيجي هنا كده في الماتلاب وقبل ما تبدا اي حاجه تعمل نيو فولدر هنا كده في الكرنت، في الكرنت دايركتوري، اعمل كده كليك يمين كده وقول له نيو فولدر، كليك يمين نيو فولدر، او من هنا كده اقدر اقول له نيو فولدر للناس الجديده يعني او اللي شغال على الفيرجن الجديد، اقول له نيو فولدر. هتلاقيه ظهر لي نيو فولدر هنا كده ومستني ان انا اكتب اسمه، وليكن كونفرت مثلا، كونفرتر سميها ياسر، وادخله اضغط عليه ضغطتين كده عشان ادخله. وهو لوحده لما بدخل جوه الملف عن طريق الكوماند ويندو او عن طريق الكرنت دايركتوري او الكرنت فولدر، هو بيحوله لوحده للكرنت فولدر اهو. تلاقوا الكرنت فولدر لوحده موجود اهو، ماتلاب كورس كونفرتر، تمام، هو لوحده اتحول. هنفتح حاجه اسمها ايه غالبا يعني، متوقع ان انا هفتح برنامج كده اصمم من خلاله، عامل زي برنامج رسام زي ما احنا قلنا. ده اسمه جي او اي ديزاين انفايرمنت او ديزاين اديتور. جي او اي ديزاين انفايرمنت او ديزاين اديتور اختصاره جي او اي دي اي، او في ناس بتقوله جايد، في ناس بتقراها كده احيانا. اكتب الجمله دي جي يو اي ديزاين انفايرمنت او ديزاين اديتور ودي له انتر. هتلاقوا ظهر لكم حاجه زي كده جي يو اي دي. ها هيظهر لكم حاجتين كده يا جماعه، هيظهر لكم تابتين كده. اول واحده اسمها كرييت نيو جي او اي اللي هي قدامكم دي، كرييت نيو جي او اي عشان تعمل واحده جديده. الثانيه اللي هي اوبن اكزيستنج جي او اي اللي هي ايه، لو انت عملت واحده قبل كده بتفتحها هنا عشان تفتح واحده موجوده انت عاملها قبل كده، وليكن عملت واحده امبارح وعايز تفتحها، فبتيجي هنا وتقول له براوز عليها، براوز كده لحد ما توصل للفولدر بتاعها وبتختارها، تمام. وغالبا الحاجه اللي انت اشتغلت عليها مؤخرا او الحاجه اللي انت عملتها قريب بتلاقيها موجوده هنا. يعني اختصار كده بيقول لك ريسنتلي اوبند فايلز، الحاجات اللي انت فتحتها قريب. انتوا عندكم هتكون فاضيه لان مفيش حاجه اتفتحت عندكم، فغالبا هتلاقوها فاضيه. انما انا مثلا لما ارفع لكم الملف ده ان شاء الله النهارده بعد ما اخلص ارفع لكم الملف اللي احنا اشتغلنا عليه، فانتوا علشان تفتحوه باستخدام الماتلاب هتحطوه في الكرنت فولدر او الكرنت دايركتوري، وبعد كده تيجوا هنا اوبن اكزيستنج جي او اي وتعملوا له براوز وتعملوا له اوبن. ماشي؟ طيب فخلينا في دي نقطه برضو مهمه، انه الاكزيستنج جي او اي يعني ايه؟ يعني جي او اي انا عاملها قبل كده باستخدام الماتلاب، ما حدش يكون مثلا عامل ماتلاب عامل جي او اي باستخدام مثلا فيجوال بيزك او باستخدام جافا ويقول انا عايز افتحها بماتلاب، مش بالسهوله دي، او ممكن تكون مش متاحه اصلا، تمام. فدي جي او اي معموله بالماتلاب، يا اما واحد عاملها لك وبعتها لك، يا اما انت عاملها قبل كده سليم، ما حدش يفتح يتخيل ان هي ممكن تتفتح مثلا جي او اي معموله بالفيجوال بيزك او جي او اي معموله بالسي شارب، ما تفتحش هنا. طيب نخلينا في دي، عايزين نعمل كرييت نيو جي او اي، فبلاقي هنا بلانك جي او اي متظلله اهي وبدي له اوكي. هو لوحده بلاقيه مختار الكرنت دايركتوري، ماشي، وبقول له اوكي. دي له اوكي يا جماعه، دي له اوكي. هلاقي ظهر لي حاجه زي كده. ده كده نقدر نسميها الويندو اللي هتظهر، المربع الحاجه اللي فيها مربعات دي هي الويندو اللي هتظهر. الحاجه السوداء دي خارج الويندو، ها الحاجات الغامقه الرمادي دي خارج الويندو. الحاجات اللي على الجنب اللي على الشمال دي، الحاجات اللي على الجنب اللي على الشمال دي هي الحاجات اللي انا بستخدمها علشان ارسم. هتلاقوا فيها الايه، هتلاقوا فيها مثلا
الزرار اهو، ده الزرار هتلاقوا فيها هنا مثلا حاجه اسمها اللي هو البوكس اللي انا بكتب فيها اهو، الايديت بوكس اهو يعني هنا هنا كده. هنشوف بالتفصيل مثلا دي مثلا اللي هي الايه المنيو اللي بتنزل وتختار منها اختيارات وحاجات زي كده. فايه هتلاقوا حاجات كتير موجوده على الجنب، هي الحاجات الموجوده على الجنب دي هي الحاجه اللي انا ممكن ارسم بيها او احطها. فانا هشيلهم تاني عشان نبدا من الاول. احنا عايزين نعمل ده بقى صح؟ طيب خلونا نعمل ايه؟ مبدئيا هننزل اللي بتاع الابيض ده، الابيض ده اسمه ايديت، اسمه ايديت ايه؟ ايديت تكست. شكله واضح قدامكم اهو شايفينه؟ ايديت ايديت تكست. الناس شايفاه؟ اضغط عليه ضغطه، اضغط عليه ضغطه عشان تقول ان انا هنزله دلوقتي. وبعدين نروح في اي حته وارسمه. ارسمه زي ما بتكون بترسم على الرسام بالظبط. ضغطه علشان تقول ان انا هرسم دوت، وبعد كده خش في اي حته وارسمه في المكان اللي انت عايزه. طيب نبص كده على الصوره اللي معانا دي. شايفين يا جماعه؟ شايفين ده وشايفين ده؟ ايه الفرق بين ده وبين ده؟ شايفين المربع الابيض ده اللي انا بكتب فيه؟ وشايفين الكلام اللي فوقه لينس اميتر؟ لما نلاحظ المربع اللي انا ده كتبته اللي انا نزلته مربع ابيض فعلا بس مكتوب فيه باي ديفولت ايديت تكست صح؟ بس انا عايز يظهر كلام فوقه. دي حاجه ثانيه بقى غير الايديت تكست. دي حاجه ثانيه انه ده تكست ما ينفعش تغير فيه. لو تاخدوا بالكم الناس اللي بتتعامل مع الويندوز اكيد كلكم بتتعاملوا مع الويندوز وعارفين حاجه زي كده ممكن اكتب فيها واغير فيها، انما حاجه زي دي ما اقدرش اغير القيمه اللي مكتوبه عليها صح؟ لينس اميتر دي ثابته على الويندوز العاديه. فعلشان اعمل حاجه زي كده بيسموه ستاتيك تكست. ستاتيك تكست اعمله ازاي؟ عندي اهو اللي جنبه جنب الايديت هتلاقي في حاجه اسمها ستاتيك تكست اهي صح؟ اختارها كده واعمل واحده برضو ايه فوقها كده بنفس الحجم مثلا. هلاقيها باي ديفولت كاتبه عباره ستاتيك تكست. طيب عايزين بقى نغير في الخصائص بتاعت كل واحدة من دول، يعني ايه؟ يعني انا عايز دي تبقى فاضية، عايز الايديت تكست دي تكون فاضية، ما يكونش مكتوب فيها حاجة. عايز اللي فوق دي يكون اسمها لينس ان ميتر، مكتوب عليها لينس ان ميتر، صح؟ فدي خاصية من ضمن خصائص كل واحدة من دول. تمام؟ ايه الخاصية دي؟ انا مبدئيا عشان اغير الخصائص ممكن ان انا اضغط على كل على أي واحدة فيهم، أي واحدة فيهم اضغط عليها ضغطتين كده. ضغطتين ها؟ هتلاقيها ظهرت لك حاجة اسمها الانسبكتور اللي هي بيتعرض فيها كل الخصائص بتاعتها. احنا مش هنتعامل مع كل الخصائص دي. احنا هنتعامل مع اللي يهمنا منها بس. خصائص كتيرة يعني. تمام؟ أي ضغطتين على أي عنصر احنا هنحطه دلوقتي من دلوقتي لحد الآخر، أي ضغطتين على أي عنصر هتلاقيه فتح لك الخصائص بتاعته. عندك خاصية اسمها سترينج، أنتوا أصلا لو دورتوا تيجوا تدوروا كده هنا كده الخصائص وهنا الإيه؟ القيمة بتاعتها، كل خاصية قصاد القيمة بتاعتها، كل خاصية قصاد القيمة بتاعتها، كل خاصية قصاد القيمة بتاعتها. انتوا اصلا لو جيتوا تدوروا كده على حاجه اسمها ايديت تكست اكيد الخاصيه دي هيكون قيمتها ايديت تكست صح؟ هتلاقوا حاجه اسمها ايديت تكست اهي قيمتها سترنج. يبقى الخاصيه اللي اسمها سترنج دي بيتحط فيها السلسله الحرفيه او السترنج اللي بتتعرض على الجي او اي عندكم. فدي محطوط فيها ايه؟ ايديت تكست. فانا عايز اغيرها، هاجي هنا اضغط ضغطتين كده وامسح وبكتبش حاجه، انا عايزها تكون فاضيه صح كده؟ واقف هتلاقيها اتشالت او هلاقي التغيير اللي انا عملته اتغير لوحده. خاصيه اسمها ايه؟ اسمها سترنج. وبنفس الطريقه اقدر ان انا اغير برده السترنج بتاعت دي بدل ما هي ستاتيك تكست اخليها ايه؟ وليكن لينس ان ميتر اهي. واقفل هتلاقيها سمعت على طول على الجي واي. صح كده؟ طيب يا جماعه نفس اللي احنا عايزين اللي احنا عملناه ده عايزين نكرره ثلاث مرات صح؟ يعني اللي احنا عملناه من شويه دي عايزينها تبقى مره اثنين ثلاثه. فممكن بكل سهوله اجي كده واعمل كده سيلكت ده كده. شايفين انا بسلكته ازاي؟ اهو بالماوس عادي جدا عشان اسلكت الاثنين واقول له كنترول سي يعني نسخ، كنترول سي او اعمل هنا كوبي كده وبعد كده اقول له كنترول في يعني ايه؟
يعني اعمل لي بيست في اي حته زي ما انا بعمل كنترول سي وكنترول في اي حته في الويندوز واحطها هنا مثلا في الايه في الحته الجديده دي واعمل كنترول في كمان واحطها ايه في الحته الجديده دي وكنترول في كمان مره واحطها في الحته الجديده دي صح كده وبدل لينسينج ميتر دي هغير قيمه كل واحده فيهم اخلي دي مثلا برضو اروح كده على الخصائص بتاعتها وبدل لينسينج ميتر اقوم كاتب هنا ملي ميتر وبين قوسين كده ام ام مثلا دي حاجه ترجع لك انت تختار الاسم اللي انت عايزه زي يعني دي حاجه ترجع لك في الديزاين انت تعمل ديزاين كده على حسب ايه على حسب رؤيتك للموضوع فانا شايف ان انا عايز اكتب له كده لينس الميتر او ملي متر كده وبعدين ام ام واجي هنا كده اقول له انا عايز السترنج بتاعتها برضو تبقى ايه تبقى سنتيمتر وبعدين سي ام والثالثه عايزها تكون انش واقفلها اللي هي سمعت ونقدر لو احنا عايزين بقى لو احنا عايزين بقى ان احنا نصغر حجم الويندو على قدها ممكن من هنا كده من زرار الاسود ده او المربع الاسود ده اسحبه كده وصغر على الحجم اللي انا عايزه وليكن بالشكل ده ايا كان بقى انت ايه عايز الحجم بتاعك يكون عامل ازاي واخدين بالكم اللي انا عملته ده زرار الاسود ده او المربع الاسود ده بايه بيصغر الويندو اللي انا بعملها ديزاين غير لما اعمل تصغير للويندو دي الويندو بتاعت البرنامج اللي بيعمل ديزاين انما الويندو اللي انا بعمل لها ديزاين تصغيرها عن طريق المربع ده فاضل ان احنا ننزل ايه؟ ننزل الزرار صح؟ زرار ادي هتلاقي هنا اللي هو الاوكي ده مكتوب عليه اوكي دوت تلاقي في حاجه مكتوب عليها اوكي عندك كده اضغط عليها ضغطه وارسم برده الزرار زي ما بترسم اي حاجه ثانيه حاجه بالشكل ده وعايز هو هتلاقي باي ديفولت مكتوب عليه بوش بوتون برده زيه زي زمايله له خاصيه اسمها سترينج اضغط عليه ضغطتين كده وبلاش بوش بوتون دي وخليها السترنج بتاعته خليها اسمها مثلا كونفرت فاضل جمله كده كنت كاتبها فوق اللي هي لينس كونفرتر دي ممكن تحطوها على طريق الستاتيك تكست عادي ها ستاتيك تكست عادي جدا حطه فوق كده واكتب مكانه لينس كونفرتر اللي هي اللي فوق مش هنعملها ولا نعملها على حاجه تخلصوا لينس طيب يا جماعه كده احنا ممكن بقى ايه كده تقريبا احنا خلصنا الديزاين صح خلصنا الديزاين احنا كده فممكن بكل سهوله نجربها بقى
نجربها برضو. الزرار الاخضر اللي فوق دوت تعمل له ران. تمام. انا لما اضغط عليه ران كده هيظهر لك رساله عندكم. عشان بس انا هي ظهرت لي قبل كده وقلت لهم ما عندش ظاهره. الرساله بتقول ايه؟ بيقول لك ان انا عشان اعمل له ران لازم اسيفه. فاقول له اوكي، وممكن تحط علامه صح كده علشان تقول له ما عندش تظهر لي، ما عندش تظهر لي الرساله دي تاني. تمام. هو هيقول لك بقى ايه سيفها، اختار اي اسم وليكن انا مش هختار، وهتلاقيها عملت ران اهو. ناخد بالنا لما عملت ران التصميم اللي انا عامله بالظبط اهوت هو اللي هو اللي طلع لي اهو. تمام. وهتلاحظوا كمان ان هو الايديتور بتاعي اتفتح في اللي هي ايه، في برضه نفس الاسم اللي انا اخترته بس دوت ام اهوت، هتلاقي فيه كود كده مكتوب، كود كبير كده. ولما تيجي تبصوا على الكرنت فولدر هتلاقوا فيه ملفين، ملف دوت فيك دوت، دوت فيك دوت اللي هو ملف الديزاين اللي احنا عملناه ديزاين، وملف دوت ام دوت اللي هو الكود بقى ده اللي احنا هنكتب فيه الكود لما نيجي ان شاء الله من الريست. طيب رجاء محدش يجي ناحيه حرف واحد من الكود اللي احنا اللي ظهر قدامكم ده. الكود دوت يعني ممكن يكون فيه حاجات يعني ممكن تحط فيه حرف زياده ناقص يبوظ لك الدنيا كلها وتضطر تبدا من جديد. فمحدش يجي ناحيه حرف منه غير لما نقول لكم او الحاجات اللي احنا نقول عليها يعني. تمام. فاضل نقطه اخيره بس في الديزاين، هي ايه؟ هو العنوان ده، عنوان انتايتلد، هو لوحده كاتبها انتايتلد، احنا عايزين نغيره. فهاجي هنا كده برضو على الحته اللي انا كنت فيها دي، هو اسمه انتايتلد، انا عايز اغيره، ده عنوان الويندو كلها صح؟ فكاني دي خاصيه من خصائص الويندو. فزي ما كنت بضغط على اي حاجه ضغطتين تقوم تفتحها لي، انا هضغط ضغطتين برضو على الويندو كده في اي مكان فاضي هيفتح لي الخصائص بتاعتها. وادور تحت على ممكن ما تلاقيش سترينج، ممكن دور على حاجه اسمها النيم بقى. النيم اهي. وسميها مثلا يونت كونفرتر. هي نفس الخاصيه بس ليها مسمى تاني مش اكتر يعني. وبالتالي لما اجي اعمل له رن هنا كده هلاقي فوق كده مكتوب يونت كونفرتر.